تستهدف المبادرة من أجل النهوض بالمنظومات الفلاحية إبفا لوضع نماذج أعمال مستدامة لمجامع صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تهتم بتسويق وتحويل المنتوجات الفلاحية. إبفا ادعمهم بالمرافقة والتكوين من أجل تطوير أعمالهم وتعاونهم ببعض التجهيزات وربط السلع مع هياكل التمويل. عبد الباقي الخماسي عمره 41 سنة، مستثمر من جندوبة، عاونوا مشروع إبفا في نجاحه. قول محلية الشركة 2013 2014 2015 طالب معناها نلوج على طلب فلاحة كبار، بقينا جات شوية عوام لما نجمتش نخدم، عندي طلب نتاع 1000 طن في العام توماتي ميد، معناتها إيكيفالون 100 طن توماتي شي، ما تعبت شوية وطونك معناتها ماخذ ان كان بيتي كريدي من لا بي اف بي ام او. في 2017 جاوني لا بي اف بي ام او افيك لاجيزيت، عرضوا عليه فكرة باش يعاونوني، توكلنا على ربي، كنت نعمل في 200 تورنات في العام إيكيفالون 20 طن، أثناء بمساهمة لاجيزات ووزارة الفلاحة، عملنا كنت عندي 6 فلاح، أثناء عملنا 13 فلاح وأربع فلاحة معناتها خاصين، معناها 17 فلاح، اللي توصلنا بإذن الله أثناء باش نعملوا 1000 طن اللي الأوبجيكتيف اللي حبيت عليه المرة الأولى. التعاون الألماني عاوني بقيمة 92 طاولة من عندهم هما، وعاوني بالكاس وعاوني بالشاسي سي بي اللي هي شهادة المصادقة هذه اللي باش معناها نجم نصدروا بها، والفلاح نتاعي معناها فرحانين والمؤسسة فرحة، وتعرفوا رغم الصعوبات في عام السنة اللي ما فماش طماطم الحمد لله تمكننا ونجحنا وفضل ربي وفضل معناتها كل شيء، وماذا بينا في من حسن إلى أحسن، وعدنا إن شاء الله بروجي في الإكستنسيون العام الجاي باش نولوا نعملوا طماطم فيك الويل دوليف، وعلاش لا باش نشوفوا دي غرون مارشي أخرين في لوروب دو ليست وفي بلايص أخرين وفهمتني، ونكبروا أحسن إن شاء الله. المبادرة من أجل النهوض بالمنظومات الفلاحية هي مشروع يمتد من جانفي 2015 إلى غاية ماي 2019 في إطار التعاون التونسي الألماني. يتدخل المشروع في 7 ولايات في الشمال الغربي والوسط الغربي.